يشكل مركز صلة وصل لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة الواقع بحي الحسن بمراكش مثالاً لبنية سوسيو تربوية تجسد فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الورش الملكي الذي يضع في صلب أولوياته إدماج الأطفال والمراهقين في وضعية إعاقة ذهنية. كنستافدوا من خدمات ومن الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشكورة اللي وفرت لنا وسائل النقل ديال نقل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة المساهمة ديالهم في تجهيز مجموعة ديال الخدمات ومجموعة ديال المرافق بما فيها الترويض الطبي، الترويض الحسي، الحركي، تقويم النطق والأقسام التربوية اللي كنشرفوا عليها. وتعكس هذه البنية السوسيو التربوية وللعلاج متعدد الوظائف المكانة المتميزة التي تحتلها البرامج والمبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعيتها هشاشة. الحمد لله ملي التحقت البنت ديالي بهذا المركز الحمد لله هي غادي تتحسن في المسار ديالها، يعني هي عندها الصبغي الثلاثي. ويؤمن المركز لأسر ولأقارب المستفيدين الاستشارات والدعم الملائمين، ويشارك في تنمية مهارات الموارد البشرية الضرورية للتكفل المتخصص، وينظم أنشطة ترفيهية موازية تساهم في تفتح كبير وفي الإدماج الاجتماعي، كما يعمل على الاحترام والاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويقوم بالتحسيس قصد محاربة جميع أشكال للتمييز وإقصاء هؤلاء الأشخاص.